مساء الخير، كيفكم؟ إن شاء الله كلكم بخير وصحة وسلامة. معاكم توميفن سيسترز. إذا كنتي مشاهدة جديدة لا تنسين تشتركين في القناة ولايك إذا حبيتوا فيديو اليوم وتعليقاتكم الجميلة اللي دايم تسعدنا. اليوم راح يكون جولة في أيكيا، وصار لنا تقريبا سنة ما رحنا لأيكيا، فهالمرة متحمسين لأنهم مسوين تخفيضات 30 إلى 70%. أحلى شيء في الأيكيا أنهم شاملين محلات الأثاث والإلكترونية، فهنا ساكو حاطين إلكترو نايس، هوم سنتر هنا، هوم ووركس، هذا أيكيا، يعني مجمع كامل فيه الأشياء كلها، فمرة حلو. نبدأ بالدور الأول. حبيت ترتيب طاولة الطعام هنا واختيار الألوان، مختارين الخشب والأبيض، وصراحة هذه من أجمل الألوان بالنسبة لي. هذا الجزء عشقي لأن أحب هذه الكراسي، ينفع في الغرفة، غرفة النوم أو في المكتب أو في الحديقة، فمرة أحبهم وصايرين هبة، فمرة حلوين، وعليهم خصم بعد ما عدا البني الكبير. وهنا الطاولات الجانبية حسيت إنه كذا تصميمه غريب بالنسبة لي، بس إنه جميل. وفي هذه الطاولات الجانبية بعد أكريليك اللي تكون شفافة وبنفس الوقت اللي عليها لون أبيض مخفضة بعد. هنا حبينا ترتيبهم للمكتب والألوان اللي مختارينها، الأسود والخيش اللي لونه كذا غامق فمرة أنيق. وهذا الدولاب اللي استعملناه في تغيير ركن القهوة، فغيرنا شكله كليا، حطينا عليه الباب والباب حطينا عليهم الخيش، طلع مرة أنيق بالنسبة لنا. فإذا حابين تعرفون كيف سوينا الطريقة بالتفصيل، هذا رابط الفيديو في الشاشة في صندوق الوصف. وصراحة جايتنا الأيكيا نشوف أسعار المكتب، الطاولات والكراسي، ففي طاولات أعجبتنا بس إن أسعارها شوي غالية، ما كانت يعني مرة مخفضة، بس في هذه الطاولة حبيناها بسيطة، سعر ب445 بس أتوقع عليه خصم بعد، وفي هذا خشب سعر ب695 وعليه تخفيض بعد، ففي أشكال كثيرة. حابين ناخذ طاولة تكون بسيطة لأن مكتبنا حاليا تصميمه مثل المكاتب اللي برا، فجاي مرة رسمي. طبعا أخذنا إلهام من بنترست، فشايفين مكاتب ألوانها فاتحة، الطاولات لونها أبيض، الجدار لونها أبيض، فحبينا يكون يعني مو باللي مرة بوهو بس إنه بنوتي، يعني مكتب منزلي أنيق.
كل مرة نروح لأيكيا لازم ندخل أبلبيز. صراحة المكان هذا له ذكريات حلوة لأن كنا أول نروح لهناك ونتدرب السواقة. طبعا هذا قبل كم سنة، سنتين شيء زي كذا. فاللي حابة تتعلم السواقة في مكان ورا المول، فيمديك تتعلمين السواقة. بس خلصنا من ايكيا. في اشياء عندهم حلوه، اي في اشياء حلوه، حلوة افكار للمكتب. طبعا مو كلها راح ناخذ من عندهم، بس في اشياء حلوه للمكتب، لان ودنا نغير مكتبنا يكون شوي مختلف عن هذا الموجود الحين. حابين نغير لون الجدار، نغير الطاولات، الارضيه، كل شيء. طبعا احنا راح نسوي كل شيء ولا ها ان شاء الله. ما في أحد، معنا العصر. سابكس هناك جهة ثانية وأبل بيز هناك. قبل نبدأ، قبل ما أذن أبل بيز نكلم مع أساس هناك. هناك كلهم هناك. هذا سابكس. سابكس وشي بعدين على نطلب وبعدين نرجع لهذول. ما في أحد أبدا، ما في أحد. يلا ممكن أربع سلطات. تياسة صغير، شفاري